هل بتفضل او يعني هل بتمارس سواء بالانشاد او الابتهال اللي بيكون موجود قبل كده لشيوخ كبار وعظام، ولا كمان بيكون في ابيات بتكون مكتوبه لحضرتك خصيصا تحديدا وبتاديها؟ والله هو في كتب للانشاد وبرضه بتسال المشايخ، يعني في دواوين زي ابن الفارض، وفيه ديوان ابن سريه، وفي حاجه اسمها صفاء العاشقين في مديح سيد المرسلين، كتب كتيره في الساحه يعني. وبرضه ده ما يمنعش ان الانسان يسمع المشايخ الكبار يتعلم منهم. طبعا. هل حضرتك كان ليك مثلا تجربه ان يكون في تسجيلات بصوتك؟ في ليالي في افراح وفي القنوات الثانيه يعني حلقات للذكر وكده. بتقعد تنشد وقت قد ايه يعني، ومتواصل ولا بتاخد استراحه ما بين كل انشوده والاخرى؟ على حسب الانشوده وحسب الحاله اللي الانسان فيه يعني، في حاله افراح وفي مثلا يعني مثلا زي الموسم اللي احنا فيه كده، موسم رجوع الحجيج، احيانا بيبقى الناس نفسها تسمع انشاد كتير، تقعد بقى مثلا نص ساعه تنشد ولا لا هو واحد يعني انشوده اتنين وابتهال مثلا تاخد راحه يعني؟ بيكون في راحه للفقرات يعني، مثلا ممكن نص ساعه، تلت ساعه، ربع ساعه، نص ساعه. بيبقى في لازم من الراحه عشان تهيئ صوتك كمان يعني. طبعا مع حضرتك ولولا فكره الاستمتاع بصوت حضرتك كنا يعني نريحك اكتر. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. ولكن هل في طقوس معينه لحضرتك قبل الانشاد او قبل ما حلقه الذكر مثلا الابتهال؟ والله هو الطقوس دي يعني من الواحد من صغره هو كان بيحب الدندنه في الموضوع الابتهال الديني، خدت بالك؟ لان الولد اساسا شيخ النشأة دينية، وبعدين ابتدأت ان انا اطلع في الحفلات في المساجد، افتتاح المساجد الليالي الموسمية زي شهر رمضان، الإسراء والمعراج، مواسم الحج، المولد النبوي، مناسبات دينية طبعا وافراح. طيب احنا حلقتنا خلاص بتنتهي، بقى لنا دقيقتين، فعايزين حاجه على قد الدقيقتين كده نسمعها من حضرتك. نصلي فيها على النبي عليه السلام. عليه افضل الصلاه والسلام. اتفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. يا بائعا في أرض طيبة عن برا، بجوار أحمد لا تبيع العنبرا، إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنم عشرا، يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مبشرا، نبي الهدى صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه.